والرفيق للمرة الأخيرة أقول لك إياها رفيق نتنياهو حبيبي السلام عليكم، انهي إيران كل شيء ينتهي، أنت بأمان، العراق يصير بأمان، وسوريا يصير بأمان، ولبنان يصير بأمان، وزين أنتوا الحوثيين، أنتوا الحوثيين تقولون احنا راح نضرب درون وراح نضرب كذا اسرائيل، زين انتو دولة اليمن دمرتوها، يعني انتو كل ما ايران تحرك انتو دا تشوفون شلون دا تحرك، سوت العملية في غزة، بعدين حركت ذيولها في لبنان جماعة حزب الله، وحركت ذيولها في اليمن الحوثيين، وهسه يقولون جماعة الحشك وجماعة زينب في سوريا انتهم بلشوا، وفي العراق بيان من لواء 61 من الحشك المحشي او الجحش المحشي ذاهبين للقتال، ذاهبين لتحرير القدس، ولك انت بلبولك ما محرره تروح تحرر القدس، سرسري يا سافلين،